بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحقيقة حنبليو وحنسود وين يا حفلة دي مانتا إلا قوقب قبينا يهشيسكي دير وقوي ومركي لبعض على همبلي أيو هدي أن كقيب جلي لها وأن تجي لها تعاد فرب بدن أيان كد عين لها ما هو عي تقن كود بيدي بقول نقدة قرشدو دي بيدي بقول نقدة وحي أحيان وقويه أيه تحرائن وي حساب تمن وحالكا كسو افتر ماي كوي اسكودراي اي بلا باي اسكودركا وانا قالنا لبصنا دوت كهور بي هاوشو بلا بات اسكودركو ما انت يسو جبودي دن ايا لو لحظه تغن با لو لحظه قيم اي اخلاق اي لحظه حنبل يا الله حنبل قضبك انتاس ايا كدافيا الحقيقه وحن ما انت السوق دقي دستوركي اودي مدحوينها أود رئيس الوزراء وروي إنتي بواني دين صور دقي دقلاي دقلاي وح ما قال دقلا أنتي هكودر سنينا عندنا الآن هاوهر سيد النينا صومالي الدولة الآن هاوهر سيد النينا question mark إن لصارع مقالا مضح دا هاو هر سيد النينا رئيس الوزراء هو حولي هاي وضو مدحوينه حولي هاي وضو واتليه عيدا كحوم قلب كالسيدة أسلوب نبط سقد ملتري يا قرادة ربحية ما رئيس الوزراء هبهي يمس مدحوينها انت مياد قران ويدي يا قرادة دقادة يا دلك الدقال قلية مدحوينها وقضب بدي سدستوري قوانا ايدي الصور دقاي احرشين يا عيني النبات كل دماتو انو قميهنين قيد لو قلو اتمانت السياسة دكشة قيسة انا كخبرد وين أنا كحقو قالسن أنا كدولة يقانسن أنا كرنبضن دولة نمى الروا لكنك كرسي الروا أما طلاع ييله وأغل حج على بطن هاي وطنك قضب كان انتار أي كنا فيها وضهد الله صعدة رئيس الوزراء هي مدح وينه وحان رجينا يا خير وحان رجينا يا وناك وحان رجينا يا طرشد الله طريره وحان رجينا يا إنان عدو قلور ديغ النقلان كان قدها إيا كان ديبدا كان ديبدا وابقرانا إنا يكي قدها إيا كحن كان ديبدا غضب كان انتاس ايام كنا فيا الحقيقة بعد ذا نبا كورا داي دايا دالنا كابدا او اينا دهشو دوني داين ابتكا او دتكونا مودا يا دول ودن شيوان وحو ده صونين دلما لها اخرها دي لو كتاب دايو ورالوغ فصيل مايو وتدع قوية الحقيقة ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soo dhawaada umada Soomaalida meel kasta joogtaan ba. Gacmo furan ku soo dhawaada, qalbi furan ku soo dhawaada. Muhammad aad baan ku salaamayaa. Maxaad ma maqashaa? Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Life baan ku jiraa, xaaladu waa sidee? Xaaladda dalka ka waran? Shukran iyo aad iyo aad baan u fiicanahay maasha Allah. Life baan ku jiraa, ma kugu soo celiyaa mise waad igala qayb qaadanaysa xoogaa ka bacdi? Aya waaye haye. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سي شرقرية ولالي الأوقية ميل والبقية جزاكم الله خير. مستقبلك وحوي محاكولة ضي أمد الصوماليات هي مقدشو بينو لا بينو كهلا ينامانتا مستقبلك مقدشو هي مستقبلك أمد الصوماليات مقدشو هي مستقبلك أمد الصوماليات سيدي باي دالكا كو عاسما دوغو نغان ايسا محاكولا مقدشو صدو سنة كبعدي صدو سنة كبعدي دالكا صوماليا دو فهد ياسين واهليي غران وحانا نعب وحوي يان نعب عادوغا امدى صوماليا دا يان نعب وحوي محاكولا مركا وايناد لصعوتان دالكا صوماليا دو مركا عاوحي نوك آدي آدو فلنقيني ان شاء الله ولا ليال مقدشو وحوي محاكولا وحا مرايد دي دالكا ينواهد مقدشو وحي هيد مسكح دي مقدشو وحياة سيشار قرية أو بقارسية مقدشو وحياة هايد وحوية محاكو له ضاي مقالة مضح دي دالكا مقدشو وحياة هايد ماشا ومدى الصومالية لقاهاقو ولقاهو قاميو وعالمك وحوية مرايضة عالمك مرايضة وحوية دالكا لقا دعوة ضبايا هايد صدن كيسانو مقدشو محايا هايد قاب بربور كي دولة نمدى الصومالية مقدشو محايا نقطي أني سويدينو ولا ليا أني ستلتاقنو بلا دوفرس سوماليا وين حسابتنا وين حسابتنا او ان لا حسابتنا عاصي ددك كو نول عاصمه مقدشو اي waxa way maxaa ku leedahay ama ganasa 4 milyan ah isku baa xaqiiqatan isku baasho wayna la xisaabtana qof kasto oo mawaadin oo aktivista oo Soomaaliya waxaan ugu baaqaya wax kale waa inaynu dhignaa waa inaan ka hadalna caasimada dalka Soomaaliyeed Muqdisho ma ahaan karto caasimada dal horan waan uga hadlay hadana waan ku celinaya bala dowfirsada tusaale yar baan siinayaa balada u fiirsada waad ogtihiin waxaad ogtahay ma ku sheegaa weeyo wax walba waad ogtahay muwaadinka Soomaaliyeedow sababtu tahay 30 sano ayay Muqdisho waxa ay ahayd xereedhig bay ahayd 30 sano bay ahayd meel dadka lagu dhaco 30 sano bay ahayd meel dadka lagu boobo 30 sano bay ahayd meel dadka lagu xasuuqo 30 sano bay ahayd meel dadka lagu barakiciyo 30 sano bay ahayd qabuuraha shacabka Soomaaliyeed kala doofirsada soddon kaasano shacabka Soomaaliyeed way u sabrayeen waxay lahaayeen marun bay bogsanaysaa marun bay caafimaadaysaa marun bay soo noqonaysaa wala doofirsada waa wax aad iyo aad looga xumaado wax aad iyo aad looga xumaado waxa aynu arkayno waxaanu aragnaa dawladnimadii inay ku xanuunsanayso Muqdisho dawladnimadii inay ku xanuunsanayso ay ku jirreenayso qaranimadiiba inay ku jirreenayso ayaynu u jeednaa bala doofirsada waxa way waxa lala dagaalamaya maxaa ku leedahay waynu ogeyn 4 sano ee iftiinka aynu u soo baxnay ee aynu aragnay qaranimada waxa way waxa ka dhacay Muqdisho waynu aragnaa wixii qarax ka dhacay qarax isoobe kii 14 Oktoobar qaraxyo kale waxa oo dhan waxa la isku dayay oo laga hortagay waxa way maxaa ku leedahay qaranimada laga hortagay waad ogeydeen Muqdisho ilaa iyo maxaa ku leedahay carta ilaa 2019 inta dawladda riday Muqdisho lagu riday waad ogeydeen oo laga hor yimid waad ogeydeen bala doofirsada waxaynu u baahanahay dadka Soomaaliyeed oo inaynu xisaabtano baynu u baahanahay waxaynu u baahanahay maskaxdeenu inay shaqeyso baynu u baahanahay waxaynu u baahanahay inaynu waxa way maxaa kula sharafteena iyo karaamadeena difaacano baynu u baahanahay bala doofirsada waxaynu u baahanahay inaan wax isweydiino baynu u baahanahay awan manin waxa joognaa caasimadaha adduunka baynu wada joognaa amaanta waxa way Washington baad joogtaa waxa joogtaa maxaa kula New York baad joogtaa waxa joogtaa London baad joogtaa Paris baad joogtaa waxa joogtaa waxa way caasimadaha dalka Oslo joogtaa waxa way maxaa kula Stockholm baad joogtaa waxa joogtaa ninkan hadda bal hadda fiiriya wax walba aad iyo aad u la yaab badan waxa joogtaa Copenhagen baad joogaa anigu caasimad dal leeyahay oo dad isee ma joogaa oo aan amni amaana ku haystaa iyo caasimad iyo nolol bala doofirs caasimadaydiina waxa way 30 sano ayaa waxa way maxaa kula dhiiga dadka la magrasa lacabaya
صدق صرا عاصمة دي عارجة مثل شيء ومجرس محاكلة مسير كي عياها يجي مثل ما صعب يقول صدق صرا عياي واحد تاي حرينيك تاي واتا قبله لقوا أفتوبيا محا قبلها لقوا أفتوبيا ولا طوف رسالة محا لوم جرس محاكلة دولة دي ماذا لو دي ذي محا عدو قوم مدى صوبة لوه قامين يا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شغيس هذه آه أبا كوس سلام يا محمد عاف ما تكورن كورن حالة ده محا قد بيي الحمد لله أخي والله في عيني لا الحمد لله واحد كلية واحد موقت أنا سكرين بأنا ملاين عيا وحيا لها أن هذا المغلسين وحنا هنا عصي مثلا وايا وحنا مغلينا وواحد شراء كل دانا قد وحنا أجين حالا هذه عكرن أو مقرن سعد يا ذو أذق هذا وحنا مغلينا وواحد شراء ومقرن سو هذا هذا الباء شراء بالمركب حد نوقت تعبنا سو ولا هذا الكل شراء وحيا بعد السوق ورجال إن مقرن سو ما راح يقرن كويس فقرتين إن وعوي محاكوا هذا وعوي محاكوا هذا وحياب اللي جوه الشيء أنه مقرن سفاد ياسين وصادق ومقرن سو وربحين تي وسوق بيو وقلا مقرن سو وجود قامن قارن كوسوق بيو هذا رماه نقلوا ذا يكرتا ماشي وحمر يا هذا يوسف وادي أحد بدو ما حصلت هاي وحنا ما الله يحبك كتير ده واحد جالان لها أرتا واحد جالان لها دتك يني فهمان واحد كرا واحد أيهين أنا ملنا يا بريان أنا أم دوين كودين بي واحد كري هذا الحين أدي أدو إنه كساب سنة دين مرحه طلقة أي خلاف كده حي أنا وكري كنت مكرين إن خلاف مرحه كده حي واحد كري خلاف شخصي إيوه دولتي أنت ذكرت عيا كري وشخص راسنا هاي حس بسرعة بسرعة أنا هو وانين أنا سكر قوانا عن قادين كنا عن قوان لهين. بدنا أقول تلي أنا وحي لو هذا لسه ميري أن لسه شن تجوي قفكنا واحد وقدر قف هذا سو قوانا قادين كنا وحنا أسو وسن قوان سكرنا لكن هدي هبو حمتوا حلاصو ميري وقف كل حب كولي هذا واحد وجهه وري رحيل. ويش ده ما أنت إن لسوق كنا ما لحظة الصراحة هي من حولنا لسوق هني. وحيلنا لسوق هني هاي وحيلي ما المهن وتحمد. خلي كيس غيرنا هاي هاي خلي مركه ورتبه. كم مسؤولك ها أما ما يحولنا هوا برينيك على وسارة إنه النقطة أو كان أي هاي رج ما تجربين كها أو دور قدر بعشر ليس قدر بعشر يوم ركي هذه هذا مسؤول فقرة لقونا هالشيء لكن وركي سيد نقص وجار هي أن مركي مش لوك لتي استعلى كبعض هي وسارة واس بدري عدنا وعلوس مريو هاي قلنا وعلوس مريو كنا حدنا وحوم مرسي وحيرو حان حد كوس يشين أنا يوم راح ذيك الأتوا وأكن نقضي مركي أشيخه هذا وح إسعاف جرده وكله وح إسعاف جرده وعاود عي أما مالله صلاه دقي ما يشران ويشران ما تجربته وح لصلاه جرتي لكن روحانتي وح صلاه بربوري وحنا بربوري أنا كذا تلو سيره كل بيش وكل سو ما نعرف دونا وح وبيني والبابا دي بيش كذا جلا أيان عارف دونا شغيس هو آدي آدي آد بعض ما حسنت هاي آدي آد بعض ما حسنت الله كبركي وورن حذن لا أرنتي عن سلاحين أول وحوي رجع عن قبني وأنك قبني إن دخل كارو الصعدة طبعاً وعقبت عن قف موادنا الصومالية الآن وش على السنين وحوي محاكرة مركا وحوي وما أنت عاوى موضوع يجو حوي مقدشو عاصمتي مقدشو وحي نقطي دمال وحوي رنتي عن قرن ما قرن كي ومد الصومالية الآن وكش قاين كراين وحوي وينو أرجنا أفرتي سنة يا كهرباء دولة دي هو رح تاو وحوي إلا عبد قاسم سيدي ما جنس اللولد دق مي وينو أجين مرك هاو محاق مقرن سمحا كل هذا محا حد محا حلا الدول محا سوين لا سوي ديو أو مقرن إنك استوى وقت حساس ال لجوتشرو سوين وما ده سومالي لا يكتر شطاء دم عاصمة دم ها شغيس وما ده سومالي لا يكتر شطاء ويتا هرت ورب ما كوش شغيس فهو سمع بعوي وما ده سومالي هرت واحد لا يكون تحامي إلهي واحد لي هذا خبير هذا إياه إلهي يكون تحامي واحد مدة مركي لقاه الله هي قرن نمو يدور نمو مركي لقاه الله هي أفكر سومالي قا إن كلاقة من بنت هاي كيف أهانتي سير هي أهانتي سوح وك وكان مسيح هاي وأنا حقيقة شغيس هو واحد غيرنا هي نمتنا ومدة ما أنت كده ويا كده أدرك إنه هو خاصة هذا دول دنا شغينا سكيد كده ويا مدحه خاصة هي وسارة وكل شغينا هي وسارة وح وح الله يقدر إنه دل كان وجارسيو دورش لود يهاي وحلو اللي بين هاي المدعوين والمال بملكة وكل جاي إنه كوري شيء أمنك دورش هذا يهول على متك إنه فوضى يعصي جاي يقوله يسوي سيرة أو فلنتا وأنت وح قد دورت وحصل إنه كل شيء جاي وح لي هذا خيالا وقد دور بذي نماك معارض كل شيء جاي أسكرر كه إنا مرة والباقي وحي وسوي جديان أي دوره وصاره وفليو حقيقة شغيته سومالي عدم عادي عاد
aan kaaga sheego wax haddii ka jira qabyaalad xun baa ka jira Soomaali umaleen maay haddii sidaan wax ku soconayaan dowladna inay ku dhismanaso doorashada lagu aadahayo waxa la lagu xiray jaahayd iyo shan sano laga soo shaqeynayay iyo wanaagina waxa maalmada maanta ka dambeysatay in qofka masuulka ah asagoo loo xil saaray inuu baabiinayo asagoo tii maxaa ku dhahaa guud uu ka darbiday wax shaqsi ama uu ka faamil uu ka galbiday marka ummadda Soomaaliyeed haddii ay iska meel dhigaan oo ay u soo jeestaan inay dalkooda badbaadsadaan iskana qabtaan wixii dhib ku haya haa horumar waa gaari karaan laakiin xaqiiqatan hadda sida lagu jiro umaleen maayo dad hadda isku xiran oo aan ku dhahayo dadkaas ka tashanaya caasimada iyo meel kale ha loo wareejiyo arrimahooda ka tashanaya maanta inay jibo dadka qabyaalad baa dishay ayagoo dhahaya waa ka soo roonanahayaan muddo badan oo hadda dhowr sana laga shaqeynayay ayaa bartii laga soo dhaqaajiyay lagu celiyey waana midda maanta taagan shaqeyso marka umaleen maayo dad u diyaarsan oo hadda aan ku dhahay dadkaas u diyaartana caasimada ha laga hadlay meesha ku haboon tahay iyo meesha dawladdu ugu badbaadan karo maanta mid inay jirto aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed oo kulli waqti xasaasi baynu ku jiraa oo ah waxa weeye waqti kala goob maaragtay doorasho baa lagu jiraa insha allah badmillaahi kariim taas ayaa xoogaa dhibaatada keenaysa dabcan waxaan ka dhexgalaya doorashada wax run weeye doorashada dalku aaday doorashada lagu heshiiyey in wax la dhaqaatiyo ay ahayd laakiin waa midda laga shaqeeyey weye maanta inaan wax doorasho leeyahay inaan la aadanin inaan waxba aysan cid isku teginin meeshaan burbur iyo qallaaso iyo in caasimada dagaalo ka bilowmada xabad leh la dhaco ay ka bilaabatay weye waxaan rag baa muddo badan ka shaqeynahay waxaana moodaa midday ku taamahayeen oo ahayd inay burburiyaan dowladda noo dhisan yar iyo jiritaankii iyo arrimihii hirgelintii doorashada iyo wax alla waxay la filahayo dhan waxaad moodaa inay muddo badan ay ka fakarahayeen inay burburiyaan ay rabeen ay maanta aada moodaa inay u suurtagel hadday u suurtagelayso ay moodaa inay u dhowdahay ama meel yar ay u jidho maadaama dee ninkii loo xilsaaray howlahan oo dhan oo la yidhi hogaami dalkan iyo doorashadiisa iyo bal dalkan doorasho kasoo gaarsiiyo tuna ka doorashaha lagu gaaro aada moodaa inuu asagu dee horseed u yahay wax walba oo la rabay in hore dhodhaqaashiy oo gadaal usii celinahay marka shaqiisfow umaran maayo waxaa la yidhaha doorasho oo haddaan ku dhahayo dalkeena waa ka dhacasa xilliga inay jiri saasaheedana ma muuqato aad iyo aad baan ku salaamay waa isla soconaynaa maxamed ow insha allah bidnillaahi kariim ilaahayna naxariistiisa baynu magaranaysa maxaa kulaa ka quusan mayno ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu magaranaysa soo hadeeyo hadduu hanuun la doonay haddii kalena dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inuu iska qabtaan waxa weeye maxaa kulaaday cadowga waxa weeye maxaa kulaa kusoo duulay dabcan waana maqlaynay kenya waxa weeye dabaaldeg way dabaaldegaysaa waxaa la sheegayaa in magaranaysa ra-iisul wasaaraha loo soo dhiibay aw shaqooyinkan uu hadda hayo runtii dhaqamadaana waan ka arkaynay oo midiyaha hadda magaranaysa kenya way qorayaan waxay qorayaan wax badan oo ah waxa weeye inay magaranaysa uhuru kenyatta iyo maxamed xuseen roble ay ka wada hadleen in faad yaasiin la eryo in magaranaysa maxaa ku idhahday waxyaabo badan magaranaysa tallaabooyin badan la qaado iyadoo dhaqaale laga siiyey maxaad arrimahaas magaranaysa maxaa ku idhahday haddaad wax nagala wadaagi karto haddii kale waa ku saxaya inshaallah sheekh yuusuf waxaan leenahay arrimahaas inaysan dadka soomaaliyeed ka qarsoomeyn ama aan wada arkayna dhammaantiin rasaaraha socdaalkiisii ugu horreeyeen aan ogeyn markuu ku tagay iyadoo weliba madaxweynuhu aad iyo aad dhowr sal uga degay maalmuhu baxayana aad ogeyd in madaxweynuhu uu kaga degay wasaaraha inuu ka fiirso safarkiisaas laakiin uu ku adkaystay go-aankiisa inuu isugu qaato kuna tegay halkaas aana arkaynay dhammaanteen amaan la wada soconay waxaa leeyay meeshaas ka dhacay waxaa leeyay indhowa wada macalin way jidhaa arrimahaasoo dhan in laga wada hadlay arrimahaasoo dhan mid hadda keliya ay macnaha maxaa ku dhahaa kenya ay keliya kala hadlay wasaaraha ma ahan dowlado badan aad iyo aad fara badan ayaa arrintan ka shaqeynaya ree wasaarahan ko meesha arrintan ama loogu soo dhiibay maajeedkan wuxuu ahaa markuu ingiriiska tegay way soo socota bahashan state by state macaraadkii soo madhay kenya soo madhay waana midda haddeertan keentay weye in hadda dalkeenii oo soo hagaagahayay horumar aad iyo aad u fiican u sameynahayay aad iyo aad rajo fiican aan qabnay in maanta maxaan ku dhahaa ay u eg tahay runtii wixii shantatan laga soo shaqeynahayay in maanta in laga dhigay halbacaad lagu dhisay marka way jidhaa shaqiisuhu arrimahaasoo dhan wasaaraha dhiilku soo qaatay ayay ka mid ahayd laakiin dumarahan waxa weeye mar walba tii ilaahay waa meesheeda laakiin khayaanadu marna ma fiicna wasaaraheena wuxuu sameeyey khayaano xun buu sameeyey mid wuxuu sameeyey danaa shisheeya uu maxaa ku dhahaa gacan uu ku siinahayo danaa shisheeya uu u fulinahayo mid wuxuu sameeyey qaab daciifnimaa oo qabiilaysan oo maxaa ku dhahaa ka weyn qof shaqsiya inuu sameeyo ayuu sameeyey maanta waxaad haddaad dhegaysanaysa in kaleeto ma ogid maruu hadlahayay waxyaalo ku hadlahayay xitaa qof mas-uula ma ku hadli kara runtii hadaladu wasaaruhu meesha ku hadlahayay maruu asagu wuxuu isdhahayay dur ama weerar ninka la yihahda
فهد ياسين لكن سدو وهلا هي حقيقة أصيغ أيه واحد ودم ساعة شخص يهانت سا أصيغ أيه دعوة عسى مركش قصة ما مركل وقا ما مركل وكهل لي قبل 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 ده وغوي وكهل لي قليه هذا ميا مركو كهل لي أو محاك عدتك الشباب كي واحد قلت المانع هي رجع سا أنا كاس بقى كم ذا هي رجع لمتك الله الله يحاسب شخص واحد ويا ريمه ودا ريمه واحد لقصو شغلي كونتركت لقصو قاطي كونتركت يوحينا هذا هو شغل سنة وعارك دونا هذا سنة شغلنا هذا مرة ورب وحوي تي إلى أيام ماشي كده لكن شقيس فوقي داري ما صدنا مال والبو أما دلل بدنا أن كياتي أكلي عهين أو ككوين إن داري ما أنا كسر شقينا هين مركا وسيد أسوي إن هذا يا بعض ما سنت محمد وإن شاء الله بإذن الله كرم وينو برنامج هذا دم به هدي الله يري إلهنا وحنكبر ينا نصري وحنكبر ينا يا خير انتحانكو أسكب بدني هاي انتحان ما بدنا وانصامر ناي إن شاء الله بني الله كريم إن الله وحوي سلام كوي هرا وقسو قدبنا إن كوي قن كنا نقول قدبنا بني الله كرتشين يا هذه أبا نكون سلام يا محددك الصومالي دوبا محددك الصومالي دوبا تجلس أو فرينا دتك الصومالي دوبا عن فرينا قلت يا شغل يوسف أو إن وعدان واحد كده القوائع ما شاء الله مرة هي ذلك إن نروح سعودي قرمر في عم بسمينا هي درش على هذه عندي جاف في عم بسعودي ما حكوا هذا دلالة سعودي dadaladii umada Soomaaliyeed ee wadeen oo dhan waxa la rabaa in meeshoodii umada Soomaaliyeed isku dumnaadaan iska daayaan qabyaaladan iyo qurunkan iyo jacaylkan waxa weey Kenyaati iyo Imaaraad iyo waxa la mid ah English midan dal loo dhismaayo anagu hadana gacmaheena ku dhisan waxa gacmaheena 40 sano 50 sano ku soo dhoobanay maalintaan tilaba qaadanay ayaa la rabaa maanta in nagala afgambiyo la daadiyo marka umada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan madaxweynahooda iyo madaxdooda يسراكيش عينك أي معاك كلها صوبنا بحان أو شعورته بحيان أو هذا نضلك عنه صن شخصي أو صن الحين أقول لي جاي وما ده صومالي ولا أو كده هيو قف كي وارك عينه دنا كلا وتنا أي سكبت أنا بمدة صومالي وباغ هي كوا منافقين تاعي وتنا ده خاص اللي حكسوا عفوا فيان ومدة صومالي هولنا وليس عطي هذا نوع حوش شيء يعني أنت سكدا فان قبيلة دي وهريه بلي قبيلة دي هي بمدة دالك أنا لقتها وأنت ضلك إنه runtii waxaan noola dagaalama hayaa leeyahay xibil xariiq qaado xibil xariiq qaado lagu hayaa awood uu san xitaa wasaaraha oo uu lahayn lagu leeyahay waa inaad u madaqalaato suuq u dhaco jeesifo waxaan nagala dagaalama hayaa indhaha yarka iftiinka yarka inoo soo baxay oo aan sameeyney 40 sano ama 50 sano dawladdeena ay jiday ayaa la rabaa in nagala tiro umada Soomaaliyeed ayaga waxa looga baahan yahay inay gacantooda ayaga dalkooda ku dhisan kara shalay gacantooda ayaa ku dibeeyay marka waxaan shalay sameeyney oo gacantayna ku dibeeyney maanta ayaan gadaal u soo dhisnay umada Soomaaliyeed waxaan ku baraarujinayaa inay ka waantoobaan wax walba oo dhibaato noo geyn kara wax walba oo dadaalkii la waday naga baabiin kara ee aan u madowna dalkeena sidaan u difaacan lahayn madaxdeena u garabsiin lahayn aadiyad aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga aad baan kaaga mahadcelinayaa maxamed aadiyad buu mahadsiyey maxamed idinkana aad baad u mahadsantiin inta gadaal ka soo gashayna waxaan leeyahay soo dhawaada dhamaantiinba allah idin wada barakeeyo gabdhaha qaaliga waxa weey maxaa kula midnimo darwish saynab saciid waxa weey khadra waxa weey soo dhawaada dhamaantiinba waxa weey maxaa kula allah idin barakeeyo waxa weey Soomaaliya ka kor u qaada calanka Soomaaliya ka saynabay soo wac walaal messengerka iga soo wacdaad iga soo wici karto waayo waxaan u malaynayaa inaan fariin ahayn marka messengerka iga soo wacdaan ku soo qabta xogaa week waxa barnaamijka culus oo waxa weey waa waxa weey weynadii hadda saynab saciid aan eego in aynu fariin nahay saynab maxaa tiri saynab saciid saynab سينب سعيد اي فرين من هنده سينب سعيد فرين بان كون صادر ان شاء الله بني لاك مسن شركه قصوا سينب سعيد هدي اد مدوني برنامج اد ياد بان السلام يا ابو احتلي سي ودو هذا دقه سو دو هذا سي غدبي ان شاء الله برنامجك ان شاء الله جزاكم الله خير اوكي 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 قف باي سو وعي سينب باي سو السلام عليكم سينب وعليكم السلام هذه ياد بان كا قاده وا حقي حقات جوكتا اه سويدن بان جوغا سوينا سودو محدنا لو وداغسا كو سودو حالات دلك وا لا سقطا لو وداغيا وخويا دولته تن وي دقاقدي عندنا او جوجين ميسو ان مده كلا ولا او شيخ يوسفو انت سو قف با مال بمقدشه كو دنتا او لا دله واحد لا دله ان غرانين او الشباب دليسا او علو دلايا dadkan cadaan bay u baahayn hal qof waxay dadkan oo dhan uga badatay yaa baabaan u la yaabana uma garatay wiilal yar yar baa gaari lagala deg dad baa dar afku bulaystay isla shabeelle sabab loo wali waay cadaan dowlad waay
مسؤال ده وين إسلام كان ماشي الصوفة اللي ذنع وأترشان فيلكا فيلكا أتوريال بلي أترشو لي أترشان على كان على كيانك كمان ده عنا دولتي دارين إنسي وأترشان جنا لصاري أيا لصاري ورد دبعنا دمينا أنا قاعدة متشكل نمي كمان ده عنا لصنا يا شمل الدولة ده هو مشغين إنت بلاك أكو أديك نسي جلاء وعن ورحينا فحن كمان ده عن إنا دمان دولتي أترشان جنا بالصاري ما أنت بيع ولا كسر هذا شيء كسمعي يجوكتي. فيلك أطريان وغطى وأتريش كتاعي وأنت هاي بمالينا يسوم ترى ما قرأت. قبل يا هذا حاجة كسر قنطاي هذا حاجة كسر قنطاي بعد هذا ضل حاجة هاي سبل نوب نوتة تابو وما تسو ولا ولا. دوم بقى حلقة سعر المقالة مكتشو. واي. هذا الشدنا الله سعري على يا الله سعر. واي. كسمعي عقد قط. واي. هل كان سيد على عاد بيا ويكاسو هذاش؟ واي على زي ديبتي. واي. معكرو ده ورئيس جاي مانتي بعين سيو. إيه لهيد معكرو هذا أنا قو. أنا وكاه اللي سي. واي. كاه اللي سي كل قط كده هي وقرنا يا رطو بنتها. واي. المين فيلي كان قبل هذا وعكاسن بروش. واي. أبغى أتريشو. واي. مع إنك عصب ولا هاسنا كجلا. واي. مالي يده. واي هذا الشيء خطأ عليه وكان يهاي كمان ده واي هو يا شخص شريف ما كل هو كوني تجار يقول دل كل ده بحب كم وجه لكن كمان عن صفاي شوكتا أقل دولة تلاقي إنه هنا شوكو هاي شوكتا مش غير نيروبي هو العجب على السياج هي بمرينا الناس تبتلي سعي وحمد داخل في أجدي واي أجدي في نوع نكل ده أبشع شقوق بقى واي ما قرأت واي كان مركل سويرين ورثوا إلى الدمن هو يقبل هذا الدمن طيب إلى ما كل هذا شيء قاب تلفاش أصلا فريت أنا ما شيء كده وا عجيب وي إن هو يقبل هذا الدمن طيب أول حتى تلف التعسية ميان رجع وضدكم ده أمس جريحة واي قبل لا وهو وحكي شقيني في وقت سرتان ما وشقيني في سرتان كرماتنا أول ما نكع كمان ركع وكان صدي وكابلا ركع عبري عبري عبد الرحمن تال هو ينبع كجرا وسنا وهو يسوق رعية وحنا كل وكان هاي نكر ده هو قري متل عيا طاري انت جاها بيري أكله وقت سما قرن واي ما كشكر وشكر كان بين بقعد على بكله وحدي جوار أنت واركن السوق اللي يميد ياها إللي ياها جواري وايد وتع الشباب بعد اللي حجيبه كي يسوى واركش تفيق قرن كان ما بعد عنده كويستي واي في حياة مش بقى ما حد كرا على قطع فيسبوك على أنت الغاطة وحلو قريك راح واي تولد وركتاش يا أنا ما هاي واي ما أصلا واي ما يفهم معكرا هذا إذا ملا أنا كسيدع إياه الله عز معكرا هذا الله فريستون وفادي أتي مصور غد سكو قري كونه هوش الله يه الله يا إياه لما كأطار يا شع ترشين كوا بضع يجنا إيه إما ملينا أجي ساو ساو بالكنا يا قري ما قال قام يا واي اوكي ادي اد وربحينتا ان بين سؤال سؤال وربحينتا مركان سغنا عاصمه دلكا 30 سنه ددك سوماليهد waxaa way maxaa ku leedahay maskaxdi yani ka qabsatay dadkii baaralayska ay u yihiin oo goboladii dalka iyo tuulooyinka iyo 20 milyan oo Soomaaliyeed xaqooqdoodii kuu xamar joogeen la xasuuqayo sida loo magaraysa qaarna loo aftuubayo
qaarna bamamka loo dhigayo qaar waxa weeye maxaa ku raad dagaalada lagu ogeeyay la barakicinayo qaar waxa weeye gobolada iyo degmooyinka ay ku baabeen maxaa laga yeelayaa meeshan magaaladan oo maxaa laga yeelayaa yi sheekh yuusuf haye walaal yareero wixii 12 jira gaari laga la deg haye oo la bilay waaye commander waxa ka caayn cabdishakuur waaye 12 jira iskoolka maxaa ku raad ka taxa lahaa oo reerkood u socday meel xaq lahayn waaye waa sax wey شارجاية برنامج شارجاية ولا يا لوجاية حمر جاية حمر جاية هاي إنسا صوبك ودي واي دي ما طلع هذا كل كامبين بالكو جراهيب ملينا هالك الكاري دي ما كان واحد واحد فهمي هذا روح عيار يا بنون تحسيق نين كان رئيس الوزراء يا حجاب وكذا جرا فيلم كم حوك ياي نين كان رئيس الوزراء والله والوجست كلا نين كان سمكو كي عالي هيا والله شري عبورة كياتا قبل أركو هيا ما قرأت سيفي عن شارجرايا برنامج شارجرايا ولا لا يلقي أو مل ملو بقي كسعة عبورة كياتا لك يجرع هيا هم لا أنت وزدت كذا يوم حكوا على أسنا غابسا هيا وهاي رالة رم لا دولة دسر وخياري هيا متى كلام منك رجل وحبو ليه هاي قام بليه إذا دو أرلا عم الحوين أنا تشرح يا ده وصي فرمان جالس كده أيه لكن ضمن واشي ما كده حي وهدر قبله كو كان بين قرينا وقام أنت صور دافين أيه هالك عكيل مش كنا ده أيه أنت عجاب الصهرة اللي أهين متن أيه يا وانا يا والي فهم بس أنا قصة ما يعني ماشي إنه كوكلا ورا ماشي وهو البوال كان ما ها حل أو مدى الصومالية ما ها حل أبيل أو مقرصة سلادين يو قاسيو يو نمان كان هذا بيشان هذا قال شعالي هل كان لصوت تهوشين يو بعا مقرصة ما ها كلا قاسيو دي هل كان لصوفر يسانا يو يو المدى يحاس كلم ما ها يليين يو أنت ما ها ما لما سعلان ميا what's going on ما ها كسعلان نمان كان الله هذا اللي نمان كان قال تلوي هل كان تكلم علينا وجلبي يتبع نودو وحلا علي يكسماري يا كاسا لغي يمي والله لا يوغين مالك واي 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 انت اركن حجابك ودته او ما كره حجابك ما لوغا ودته المد وهيبه مالينا سيدين واي والله لا يوغين مالك يا غبدود وهي او تاي غبر دمتي يا غبدود غبر دمتي با لو قري غبر دمتي لو قري قف نور التحسين سلا دغان ولا ما ينعرف واي ما حد يغ فرين ودري لهيد وادو شيغي لهيد يغ زينبي وحق الله ورجال يحل ورته وخبصدا هاي dadka walaalihiina aad shaqaasha aad haystaan haye sida dadana u shaqala wiyaanu naqeen waay aanu shaqal wiyaanu moodeeyni hadaraan ma kala balan shaqaliga gaar tahay waay ma garatee waay gal jacmo afrinka horta ogaada laadarada iyo kaabale iyo kamaandarada waa inay kala ogaataan waay degeel haddii in ka dhamaado sanad kale in ka qashayo nimarka gal jacmada kala geel baa iyaga meesha ka yaala sanad kale la soo kaxaysta waay waagi dhawayd waagi dhawayd baa geel laga soo kaxaystay maariga dhawayto baa wixii geel ha gal jacayl baa u baa dagaalka oo dagaalka qayb ay ka ahaayeen baa oo dagaalka qayb dhexe marka qayb ay ka yeen haday geeli baa marka horbixiyaan baa geeli way wal khiyaamay mar reer baadiyaha baa geel ka soo dagaalna xalay idi ciidamadaas aan maxaan ku raaday dawladda kana dhaceysa oo dad reer baadiyaha dalo shakee waa garanaysaa nimanka iyo saraakiil iyo baanu ka dhigeyna madaxe si ku baxa waay gaadi halka fiday ku tagaray waxa horkood kish baris oo wadan bay soo baxay waay haddana waxa lay gabadhii nibaal gelin waay laanti gali markeys dheh way distay waxa lay gabadhii nibaal gelin waay gaadi halka duri aakhirato ma oga sharmaarka ana ku soo wacay sharmaarka ana ku soo wacay insha Allah isug marka gabadhu ka baxdan ku soo wacay ay ku soco gali marka nimanka iyagoo salaxti nigeel doonto filka loo soo kibay hadana waay nimanka iyaguna qaray waa hees fahmay yaa taatay muqdisho ma leen dadku soo wareysanaya sifiyan ugaas xitaa wala ma hadlin gal jacayl sawow waaye ninkan hadlay muxuu ahaa ee magaran saagarka cas ee magaran samxaa kula uu la kulmayay ee magaran samxaa kula maxamed xuseen roble ola su'aalihi ka alle waxa way ugaaski waayahay laakiin oga waxa ma fahamsana wala keenay waxa la yeesay wasaaraha ku yeeray waaye arad kamid suba horay ku soo gashay waaye waa ma fahsan dadka qayb baan waxa ka soconaa sida dadka aftuubanaya nimanka shaqaalad aftuubanayo waay tanow dad hiba maliilaha ta ka warqaba u sheeda
واي أنا رجعتو أنا رجعتو حتى وأوكي إن عرض ليه بملينا طحاي وصحيح شوية واي دوان والله مغلين والله مغلين إسلام توابتي ودارين يسوي هاي لهاي شو سؤال لك قبته متى كلا إله إلا كون عشان هذا أنت إمام صافر يسوي ترى كمان إلا كون أنا جيس نكلا دابا يصير وين هنجمي ورمي أنا إسمع مين هو تامين أنا هو إما لا لا كون أنا ما قط قط كم قيل هاي من ذاك الواحد اللي وضع كان طارش كان إمسو ما تدري أنك وين فكرة ما أعرف ترو تدا يا أهل الشيء رأني هذا أنا هذي سوق بنا يا أنا هذي سوق بيا ضد كي سوق وعيو أنا هذي سوق بنا كذا حتى تعسي حتى غك وين استع هدي تعسي وتم عطو هل كاسي أنا في الماء إنسو متلقتع لا لا تعلو ولا حرة يا شقي أنا لا أجريها كم يبقى كهرت جاي ولا يبلي يبلي وهرت جاي سالي أديات أديات فرين تعال وقدم بس سمح هذا كسو مالي دش الله ولا أنت هذا الإله مقرن. أم فيلم كبر على هذينا. يجمع لمشي تبيع. أنا أقول لك كم وقت جدا. سافي أنا أكسوق أمانة يا سافي أنا أكسوق أمانة يا سافي تم بتش أنا أكسوق أمانة يا سوق ولا القعل الله كبرك يا غفك استوي سوا عيون سوق أمانة يا يسوق بقبل سافي أنا أكسوق أمانة يا كسعة. سوق بقبل. أنت على صبر بقى ويش اللي يدمن تلك هاي الدشان هالملي كم بقى غفك بسوي بكون ثوريا. هيا. أنا عشان يس شخ يس جو أنا ضد كان معك ولا ذي بتيجي هاي تكسر الجان النا أيها لا وسارع على هذا النار يعني ما تقول وسارع على ما يحتاج له بدي ما بعرف شو شريه أديات 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 والله كم سارع وبدلها وما يحتاج له بدي أديات هذا وطن ربنا صورنا صور قلنا هنا صور قلنا أديات 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 آه بعض ما أصنتاي آه بعض ما أصنتاي لسه على برنامج كإن شاء الله بإذن الله الكريم ضدك كله إنه وحشين إن شاء الله أي أي أدي أبوي ما أصنتاي سين بسي شر كريه برنامج كهو جاي مال والبا الله يدم بركة يا الله يدم بركة سومالي كع كرو قال علنا كسومالي كع وين المقدس الله حساب ترنا وين مال وكصاحنا وحن بن آدم نمما صدق صنا إن ذلك إنه وحوي سدان وهذا وحلق هذا كرو الله قبل كرمها سومالي وين ندينا إن شاء الله بإذن الله الكريم شرماركة شرماركة عن سوق أبتو شرماركة عن سينا يا إن شاء الله شرماركة شرماركة صافي وق سوق أبنا يا إن شاء الله وق سوق أبنا يا ذا كل حاجة شرماركة عن كاو رئيسينا يا سيدا دوسو كلو رئيسين بني دين كوسو دين كلو رئيسينا يا سي جود بي إن شاء الله جود بي وقارسية مال والبا مقدشوي قرطة ماها قوب وحوي محاكولة دقال كان نقو وردة غبادة شيخو ما قرانا يا وذات كو حولي يا ملا شغو قلايدة ما قرانا يا what's going on with him هذه ياد هذه ياد والله تيسك إنه صوّع دانا إن شاء الله صافي عنو تجا صافي عنو تجا صافي تنبتش واحد ويا سيقود بيا ولا لي البرنامج كسيقود بيا الله يبارك فيه سيقود بيا وقارسية مال والبا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحوي صافي عدك كورو قاد محدد كله وذاك سوورك سودا ودمغلي سيسين أبو كاور رئيسي برنامج كله ودمغلي سا وحوي طبعا برنامج وحوي عاصمة ضل كي مقدشو وعينا نصارنا ميز ميزان وعينا نصارنا صافي وانصاق بريان نجمة سوق رالا هذا كل جن رالا هذا ولا ليال رالا هذا أنا دي صاق بريان إن شاء الله بسم الله كريم أنت برنامج حساسي ويا كسو عصافي أدو سوكو بي محادنا لو ذاقسا محاد حقوها هاي سام محاد سوح لورانتي دلكو حقو مريا حقو سعودة دلكو محاد تلا دلك وارتو حكا سعودة نمانكي معارض كأها وأول بدتين تغذين عن أحير مينين ودباتو ذي يجفك يدوز لقامت يبربركا ربو وكرسي وعرراي ومبارنتي أي كود جرين جرين ودواها لغا طورا إيو محاهاي فهد ياسين على طورا إيو وحياليه أي ربين ودن أي أساس إهيد وحا قبط أسلو قرية قبط أنا ما إدمانين قارجع القرابة النهي مركا قارجع وحويا الوالين وحواي وحالو هو هنا يا ألو كعنا يا وحوي بيشان لبض بيدود إن لسوق إياه أم هاي فهد ياسين لا أبو رعدو وقبيل كي شيء قاش وكذا شيء قال جعل كل سوق إياه قبض عن وينو شهي قبض عن يتمد لمنين وهاي ماشان سياسة أيها كذا بيسو لمن كان مال وبقى عم تجرين كران أم دورد كوي كران أم صومار لماذا كو مجلسين كران أو لما تزي
بربر كو بضل لها ولي قودي سوفي سنايين ولي قودي بنام بحايين مركب روب لنا بوال آميني وحاربا محمد حسين روب رئيس وزاريهن وحاربا إنو صان إسعابينين لمن كان ورابها أو صدن كسران دركة عناي أصيق إسويد أنو كإماضي بربر كدركة كدعي أهلك إقري قبيرضي إبرايد إسعونيسي وال أغاء مركب محمد حسين روب يوين لمن كان قبير يوكو قادن يدكتو بحكوكو شاكي ييكو عابين هادي آذن وذي كرين إسكتلك ييسانكو عابين متك الأوفيس كان كسو أرور هايان لمن كي دنبيضة قري إني حضر محو آهاي أي دلال كاكران ومدحوين هاي كوكو دران معنا مركب وحان أبا هانا مدحوين هاي أذينا هاي شيسين سيدو كوكو آميني أو dalku kugu dhiibay oo maxaa hay lagu sharfay in aan sharaftaada ku socotid oo qol kale aad maqlin qabiilna abuurka ka ma jafay qabiilna wuxuu yahay malaha waayo qabiilkaagi waay waxaad ka qarato iswiid dhan ka tagtay oo caruurtaadi aad kaga wadatay qabiilka haduu wax taray ama xabada qabiilka ay ka leexanayso ay kugu dhicinin ma aad qarateen oo dadka dhan ma ay wada carareen oo hawiye idaarood markay iscunayeen hawiye idaarood waa la wada carareen cid xabadaas iyo u darantaa qofal bay u darantahay ummada bulshada muqdisho degana way ka daaleen geeri iyo naxdin iyo silac iyo rafaad iyo dowlad la'aan way ka daaleen afartii sano hadda indhaha kala qaadeen maanta dhan maxamed cabdullaahi farmaajo lagu wax lagu dhagan yahay maanta dhan fahad siyaasina lagu wax lagu dhagan yahay muxuu ahaay ii sheeg maxaa loo haystaa maxaa loo haystaa sababta loo haystaa waa maxay farmaashii fahad yaasin in farmaajo waxa loo haysaa dalka la rabaa aboor meeshaan imaaraada ka socdo dhinacan kenya badda nagu haysato dhinacan ethiopia dhulal iyo muxuu ahay weerarka sideedii inay tigreega hubkii iyo adduunku noogu soo daabusho qabiiladan hadda calamada la wada baxay ee dowladdu isku sheegayo dhanna cadowga dowladda soomaaliya oo macnaha daliskeena ah ayaa ka dambeeyey calamadii iyo hubkii loo kala dhiibay ayay haddana la fadhiyaan waxaa rabaa soomaaliya inay isu imaanin qabiiladiina meel babo hubka inta loo wada dhiibo ay ayaga dhaxlo hadana islaayaan muxuu ahaay dowladnimada loogu sheego oo madaxweynenimaa tihiin loo dhaho sababtoo ah hadda xataa haddii uu farmaajo uu dhaho war waan wadi waaye bal hooda haddaad aamusaysaan wallaahi oo billaahi oo tollaahi sidoodii isu cunaayeen waad ogeyd muqdisho tii ka dhacday habargeed dhexdeeda jufo jufo inay isu laysay abgaal jufo jufo inuu isu laayay oo muxuu ahay xawaadle iyo gaaljecel ay isqabsadeen raxaweeni iyo habargeed ay isqabsadeen wax waaye maanta isaaq intuu orday dhulbahanta ku duule oo ayagyaa saa isu rifay oo majeerta intuu duulo oo wuxuu ku duulaaya ee muxuu ahay isaaq oo habargeed iyo haddana majeerta isgaraacayeen war ayagyaa saa isu cunaayay dowlad baad loo baahan yahay oo qabiiladan meesha calamada samaystay oo hubka aruursanaya ma ethiopiya ka aqli xun yahay ethiopiya waxay tigreeg u garaacday dowlad ka kordhisan oo ka daba hadasho ayay diidan yihiin dowladda awood kale oo ka daba boodo oo hadhowta la tartanto ayaa tigreeg lagu maagay marka annaga maadaama ay tigreegooda ay leeyihiin dowladda ethiopia inay tigreeg ay maquuniso oo ka awood barbar dagaalanto ma rabno oo dowlad noqoto ma rabna layidhi annaga dhibaatada ayaga ay ka carraayeen waay annaga noola rabaa ii sheeg oo qabiiladeena loo leeyahay hubka hooda aad iyo aad aad iyo aad fariintaada adoo isoo koobaya si aan dadka aynu u gaadhno dadku wayna soo wada wacayaan dhammaantooda si aynu usoo koobno waxay fariintaada tahay shacabka soomaaliyeed la wadaagay fariinteeda waxay tahay shacabka inay isku duumaan oo dowladooda ilaashadaan fariinta labaad oon jeedinaya waxay tahay madaxda soomaaliyeed inta ugu sarreyso ha isku xishoodaan isqaqabsigan oo mar walba socdo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne oo la kala celinayo askartii oo laleeyahay ha la burburiyo ha laiska daayo dowladnimaana deeqdo qabiilna qaran ma noqdo waxaan waa kan uhuuro nooga faa'idaysta kasta yaroo buuqa socdo markuu buuq arkabo hargeysa ku cararaa uhuuro wuxuu rabaa hargeysa inuu aad iyo aad aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan soomaali waxaan usoo jeedinayaa dowladnimaana anfacayse dowladdeenna iyo dalkeenna aan difaac Allah ku barakeeyo Allah ku barakeeyo wa soo koobayna laba daqiiqo ku soo koobayna si shaar garay oo gudbiyo insha Allah badmiilahi kariim bal najma iyo safa iyo dad badan bay soo wacay najma soo dhawaadigana hadii aad maqlayso ina soo koob insha Allah badmiilahi kariim si gudbiyo walaal Soomaaliya ka kor u qaal caalamka Soomaaliya ka kufka uu carabay Soomaaliya ka najma waxay tiraa anigu bisi baanahay safaan raadiyo hadii Allah awood leh hadaynu helo safa waxaan u malaynayaa inaanay inala joogin maaha dadka aynu fariinka la nahay maaha safa
طيب كان فرنان كمان السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عاد بانكو السلام يا عافمات كورن الله يسلمك وافي عنا هاي وانا بدقى بنا شيخ يوسف ورك السوداء محادنا لو ذاقسة محاد حقي حال هاي سام محاد ومدى لو ذاقسة وحان دي لو ذاقيا كل واحد سعرون عرقنا مقرطة سيف يعان انك اسلام انت حالد يسكير تقنت هاي سام في ليوان وحشي سوئغين عرقنا سيف يعان هدنا دي وح ماشطن ماشطن سيدي ادبا نقو مقدشة أنا وين يوحكا هاي غير يعني ما أركو إلا عاصمة الله قرروا. سفيعا. مال نديس الدولة اللي جيم. سفيعا. شعبك الصومالي شعبك الصومالي ديار ما أويهين ديار ما أويهين هنا المسير كود أي عايوه ذا بتبات سدان وعاصمة كلا يسمستان. وين يودي يا جربان هذا عقل ليهين وين يودي يا جربان أو محو هاي إن أتك الله قهرلو وتد كورني كهرلو شعبك مالي تجوان بكهرلو نهرت وين عاصمة ماشاء الله قرروا. أصلاً عاصمة ده إن ماشاء الله قدر ما يمشى نقول جدنا جاريسو لأنه ماشاء صدمن صنع بالعيد يسكون روسان يسيب أكبر بده. أديا. قال دجن حلنا اللو دجن هي ماشاء أمي سوين بعد دجن بالعيد ودم بعد دجن وحي أي أوروريان أي أوروسان ضد إن مقع الصومالي كلها أو هذانا معرفي أنا ربي ودن كيني يقول جد ولد كده على طو اللي نو أديك سيد ولكن الصومالي كلش يعنى يبلغوا أوروريان موريان ودم بمشى يسقط تكتي الصومالي ودم موريان كده هالكاس يسقط تكتي العقبة الصية سئن دولة ودن كوجد لهم بمحيه هذا لقى شقية إن هدر وحكن إن إنن تن هدر تو للسياسة دينا هي دي مطاي صدنا صنا الصومالي مساعد مطاي ملايين قف بعدين طاي منان بعدين طاي منان وحق دري حق دري كلين طاي وحده الهي يوحقوق ده هادين هي يوحر هي تون عارك ميسي إنن تن وحد مدائن هطاي دي مطاي ندرنا وين تدق قارنوا إنه شايبيلي ين قارنوا دي مطاي ليه يعني قلنا لو مسوي تاجر أيامها إلهي بأوجين دي مطاي ين النوش هاي إن هطاي دي مطاي وان قف إنه هيرا إنه حرستوه الكذا نسمر يمان صادق الله حكسي الله مامي إلهي هاي ناس صبر بدي يو هاي ناس صومالي. and لكن إلا السياسة ده يو هي بحن. أنا وقيامة حدا جه هيجا وحنا كل بقيت الشيخ يوسف وانتي قبل ده هبين كده ودان الأوران وايد ما طي. كهر إلى بريدات انتي لايف صاقة شيء. أي ترى انتي دي الحنها ولد لي وحد الشيء and هذا النساء هذا الشيء and قاري بيفور شيء والله يا رجال على قاري لكن حدنا دوان أنا قال أنا الله نحسن انتي هذا الكيد ده أي سياسة أنت في حيدتها أي سياسة ماشي سوى دحكر سايتري ست طاسة كعة قال شعر وكعة يعني كعة بيتري أو عيدا مرة كتيرة غير هبلو كعة وين قصر بحضان عيدا مرة وين عيدا مرة قصر بحضان مركا دقوش جاري يسان مركا دماء جاري دا لصور شاقينا إنك سنوان بو جاري دا مركا روحي نسوى قادي إنه دولة دور قد صوصارتي أو صوصارتي هيدا نسل لكن وحابين نقطي إنه إنا نصاصرين أو إذا عدي قرن كأدا ميت ذلك بل بيحب جامين يا موريان تري لورك تفهد ياسين يو حلا يفهد ياسين سوري يعني كل يده هذا ما هب صلاة يعبدنا عبد الشكور يوم حنا هاي رئيس الوزراء هو يسقون الشعر كله وحده لا لورك جاي إذا عدي بل لورك جاي أو حنا حرش قرن يبريهم بكل شيء سنين أو أفخيان كنك وسيرك ورفافين تعدا ما محن هذا وصير دب حتى ويسك عن صي أو يابي ولا أمسية ولا يراد واحد من اللي يده هذا وصير عدالة لو مش هذا وماشي لو يصير يجيب وما كير اللي ما دينه نفسي حني هاي هذا هل كان صار وركو كيم إنت بدي للدلي وركو إذا عدا صعب حي نم بانا شريبة لين نم لقد جاي كوه هذا كتر سن هذا نادر كسي هذا النساء يمن ترجع يبل سمال ولا بواحد بوضع أنا ربيني الدولة دلالة العقد قاضنا إياهم قرقاتي مال ولا بواحد كتران مركب برنامج لسوء أبابي وأها قبل ناس هطين وشهينا إلى هاي عند جاي بخد يا ريو حطين ما طينا إلى هاي هون حريص تصبر إيمان هاي نقصيو لكن ولا السياسة دي الدولة دي درس كين الله هاي الصومالي الله على كأها إيه ربيني الدولة دي كذا لطه هدو إنجليزي هدو مريكان يهاي هدو مصر تهاي هدو إمارات هاي هدو كينيا تهاي قبل ناس كهرليان إذا عدوه تو كهرليان نحن نالي هي الدولة دي هي الدولة أنا ربيني الدولة دي نادي سنتك بعد السياسة دي يوجي تسيرة كهرليسا وحويا وحكم ولا السياسة وحرق بنا العك وقاطي كبدا سهطين نوشنين سيدي عبد الرشيد اندكري ترقي اللولا عرّي باللولا عرّي حطي دي مطينا دي مطي الله يرحمه وين نكوث انه هاي حقي دي ولا رادين ايا هابين هوري مركي وفهد ياسين يري اغين تيبان صوبان ديقا يا نحن هرئيس الوسارو وفو قبطي سيدي دي افرتن ساعدوت سيدي افرتن كي ساعدوت هاد ربو السجن اسلام مركي با نحن هاي فهد ياسين بورقتك صوت بصارة إسلام مكيبة واحد كان واحد مبين للدقدقة يوم وقرن كقبرنا لقرينا يوم ونمان كان كواحدا نحن هيدا قرن دوم اسكو واحد ربان إليك وشنا قريان ووحي واحد بدا
دنبيه يا جماعه دباتن كدنبيه هدي ناشي هدي دمتبا اني قريان وطبال ساران والله اسكرو قال لي شيغي وانا فهد ياسين ما هو اوغي هذا عاد 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 وقتك اي قول له باقاغا ما حد زين كما جايين يا ولا لغيس ولا لغيس ماشا وحان يري با كجرا شيخ يوسف رئيس وزاره وحتى وحو تغي بنغيغا وحو طبعين او اوغادا او او تغي في هاي وسيل كماليه دو وحو طبعي او لعدي 9.9 مليون ان اراب لا سو لا قبطي خليت سبوي دكا ودا لا صاد الصدي ودن فرن ما هجاجي هذا درع لوجا سوودي كيسن أو قف كلا صادر صغير على جهري ما هذا خوين تاسف آدي آد بعض الله كبركي الله كبركي الله كبركي يو وحوي محقولة ضيوا أنصاق قبته قبر ناس إن شاء سعود عربية محدنا لو ذاقي سا كيف أخبار سعود عربية كيف أخبار البيو بوضن محدنا لو ذاقي سعود سوكوبية والله هذا لو في عيني ما شاء الله كسو لو محد لو ذاقي سا ومد الصومالية دلكي يددكي واضركتا وحوي ددبا ددبا وحيدونا يان إنا إنا دبر شران ددبا وحيدونا يان در حمسلي عادة ما محد لو ذاقي سا عاسي مدي دلك واقع سنتا هاي دولدنا لقا مرهبو محد ددك صومالية كلاتنا لسعو تحالك كسعو dadka Soomaali waxaan kula talinay horta dawlad inaan helno anaga waa jecelnahay ma sha Allah laakiin xaaladaha ka taagan iyo maxay ahayd gabadha la qariyay xaalada horta wasaaraha aad ugu maasay do ku dhaqaaq inuu ikraan cadaaladeeda soo raado muallimiin horta dawladdu lagu sheegay waxa ta cadaalad inaan marka hore qofka uu dhawr jago laakiin su'aal aan ku waydiyo waxa la leeyahay ikraan waxa weeye dadku waxa weeye maxaa ku raaday waxa loo shirqoolay oo laga shaqeeyay oo ra'iisul wasaaruhu xitaa uu ka warhayaa in waxa weeye sidii Fahd iyo dalka dib loogu celin lahaa oo Fahd Yaasin shaqada looga qaadi lahaa arintaana waxa sheegay waxa qorayaa waxa weeye maxaa ku raaday sharciyada magaranaysa iyo saxaafadda Kenya qoraysa in uhuru kenyatta iyo ra'iisul wasaaraheennu ay ku heshiiyeen sidii Fahd Yaasin meesha looga saari lahaa waxa kale oo jira waa magaranaysa in 10 goor magaranaysa ilaa iyo shirki magaranaysa maxaa ku raaday dhusamareeb in inta nimanka mucaaradka ay ku andacoonayeen way Fahd Yaasin iyo ninka la yiraahdo magaranaysa maxaa ku raaday odawaa Yusuf Raage iyo maxaa kula weyn laga qaada dhamaantood xilka laga qaado dadku markaa waxay aaminsan yihiin gabadhan in ay gacanta ku hayaan oo ay afduubeen nimanka waxa weeye u ooyaya magaranaysa maxaa ku raaday ra'iisul wasaaruhuna uu ogyahay arrintaa maxaad ka oranaysaa arrintaa arrinta saalmidaanka leeyahay ikraan aniga haddaan mid aan ka dhaho ikraan waxaa lagala baxay hay'adda nabi sugud markay taagan tahayna waa hay'adda in amniga iyo dadka iyo dalka ay sugto soomaa fiiri adar waa allah ku barakeeyay hay'adaha caalamiga CIA-da CIA ma taqaana horta sawaan CIA-da iyo KGB-du waxa weeye waa sirdoonada ugu waa ugu faca weyn caalamka uguna khatarsan iyaga laftooda ayaa dad laga afduubaa oo laga magaranaysa maxaa ku leedahay inta laga afduubo waxa weeye Mareykanka laga soo afduubaa Ruushka la geeyaa Moskow laga soo afduubaa waxa la geeyaa baalkii dagaalka waxa weeye maxaa ku leedahay waxani wax dhaca weeye maaha wax koowa uguba maaha dalkeenina waad ogtahay 30 sano buu burbursanaa waxa weeye kii kula shaqeynayay baa hadduu doono waxa weeye maxaa ku leedahay lacag la siinayaa oo laga horkeynayaa waxa weeye waxa jira marka caalamku sidaa dhow aad wax u qiyaasayso uma shaqeeyo soo kulama aha marka in sirdoono iskaashaday dad cadow ah oo Soomaaliyeed oo ama magaranaysa dana gaar kale ama lacag la siiyey oo cadowga u shaqeynaya oo waxa weeye ama kuwa sida Imaaraadka u shaqeynaya oo kale kuwa Kenya u shaqeynaya oo kale waxa weeye inay iyagu afduubeen si ay dawladda u fashiliyaan meel la oran karin arrinta si wacan way dhici kartaa taas laakiin hadda xaaladda maanta jirtay sida meelaha ku socda xaaladda maanta jirtay ikraan hadda sida sheegaysa ay dadka ummadda ay ka hadleyso ama social media ahaato ama hay'ad sirta oo kasoo baxda nabad sugidha ahaato si la sheegay ikraan in ay ku maqanta gacanta Fahd Yaasin ya cadeeyada waa eedayn laynoo soo sheegay ag waxa weeye waxaa cadeyn karaan ku sheegaya gabadha wixii ka tirsanayd hay'adda NISA waa la yaqaanaa hay'adda NISA inuusna gaari shacab geli karin inuusna qof bini aadan shacab geli karin waa meel kaamiri siyaal ay ku xiran yihiin qofka soo galayo oo qofka baxayo iyo qof oon maxay ahayd hay'ad aan ka tirsanayn shaqaalaha hay'ad ee ka tirsanayn sooma geli kara hay'adda NISA tusaale yaran ku siiyaa adeer tusaalaan ku siinayaa Saadiq Joon waa taqaana sooma si wacan Saadiq Joon wuxuu ahaa taliyaha waxa weeye maxaa ku leh amniga ee gobolka Banaadir sax
انتو وحاوي محاكو لا قاتي دريس ايو وقعان كي برلمان كو قاري دورشو دا قفي عوضها مركي قبل ما بالقبلة دي دي دولة دي شين وايين قعان كي برلمان كو قاتين بو يرمى شقاين كرو وانا بلدي وانا اديجي وحواكيل فايس كقطاي ومركي دمبي وحاوي دي حافدي قويس كيسي شفيدي سكسي ورشي دي وكيل فايس كقطاي miyaa la idii karin dad waxa weeye ku kamid ah waxa weeye surdoonka oo sidaas oo kale u shaqeynaya oo u shaqeynaya hoggaamiye kooxda nimankan dawladda ka soo horjeeda ee la hafaad yasin ka soo horjeeday miyaa inay iyagu aftuubeen laakiin waxa weeye magana miyaa la idii karin oo ay ogi magana sa lagu xumeynayo faad yasin miyaa arintaas idii karnaade way dhici kartaa laakiin anaga sidii hadda hooyada dhisay oo aad baan maasantahay aad baan maasantahay adeer macan adeer macan hooyadu waxa weeye waa sax weeye baar wax dhalay weeye waxba loo sheegay wixii loo sheegay ninkii magaran sabxa kula laga yeeyay eelka kii dhigay oo argootay ma maqashay waa weeye kii eelka dhigay baa u argoonayo oo gabadhi waa la dhacay gabadhi waa la qala dilay halkana laga booday halkana laakiin we have to wait waa inaan sugno information ka oo hayo ee uu yiri Fahad Yasin anigu waxaan bixinayaa waxaan siinayaa golaha amniga gudiga magaran samxa kula magaran samxa kula ay amniga ee qaranka ayaan siinayaa waa inaan ka warsugnaa laakiin ma aha inaan gar naqno waxa weeye dhinac ka raran ما ينا قرن قلوا لك في عالا كين أنا إيجو دقي سادر مد أنا يعني إيها سوق كلمة دا كسوق قبل قبل كلمة دا كسوق كلمة دا كسوق قبل قبل واو حوي وقتك عوض قاطه كسعة أوكي مد أنا حد سيد عام مخلاوي حتى إكران إني هايدو نسى إيك شقي نسى قبر كتيمت وضمك كس كتيمت إني دت كذا يدل كذا وح قبت إيه وما دي حد أنا إيه وقت جي دت كذا يدل كذا وح كسر برتيني وح كوب رميشن جي كوب يحسن لو بعناي إني لا أفضو تي كده وح لا تيجي كاميرون كي جاري جي لو قاعد نسى إيه كوب قاعد يجوا ده هل كل جي أنت هو كاميرون كده حلو ولا ولا محل لا سو بندق واي كاميرون كم حال لا ينوتش واي كاميرون كم ولا سو بندق جاري جي قاعد آوي جاري جي آوي دت كي وده آوي جاري جي sawiraan da facebook la soo dhigay gaari oo kaamirad ay haysaa sawirka ekraan laakiin laakiin gaariga maxaad ka garanaysaa gaariga yaa wata maxaad ka garanaysaa huu ma sambalo shaa wada ma Fahad Yasin baa wada yaa wada gaariga maya Fahad Yasin muuzu Fahad Yasin gabadhu wuu yeeray yaa ku yeeray lirfa taliyaha ii yeeray xilliga inta aad baan ma santay aad baan ma santay waqtigaagu waa qaadatay adar gacal iyo waqti ka badan ba aad baan ku salaamayaa insha Allah ibn Allah kareem baaritaan samee ha caadi xoogaa waxa weeye cadaalada inaan ilaalino weeye aadbaan ku salaamayaa gabadhaas waa gabadh Soomaaliyeed dabcan oo waxa weeye iyada lafteedu wax laga dhaadhiciyay markaas soo raali ahaada waxaan uga jeedaa marmar baan anigu waa gabadha waan ixtiraamaa nimada dad iyo hoow waan jeclahay gabadhu inay waxa weeye doorkooda qaataan waxa weeye inaan magaran samxaan kula waayo hadii kale waxay noqonaysaa baashu baa dhinac ka yara raran waa inaan la doodno insha Allah marka sorry raali ahaada gabar miskiina oo meelaha joogta oo waxa weeye maxaa ku raaday wax loo sheegay weeye marka waxaanu leenahay Soomaaliya ka kor u qaada calanka Soomaaliya ka kufka uu carabey Soomaaliya ka ayaa soo qabtaa deeqa batun batul batul barre waxa soo qabanaya insha Allah ibn laakiin hadana wado assalamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh aad baan ku salaamayaa deeqa warka soo daa adigoo soo koobaya waxa weeye maxaa ku leedahay maxaad war haysaa maxaad magaranaysa soo dhagdhagaysaa warka soo daa wallahi aniga war waa soo dhagdhagayay laakiin wali ma ay dhamaystirna waay xaggu ku maraya la sadex la araya idinka sheegooya haye soo daa meesha taa waxa waaye wax weyn ah jira ilaahay wuxuu inaga badbaadiyay ba horta dhacay waay alxamdulillaah rabbil caalamiin waay dalka waxa la rabay in la afkambiyo waay shirqaal buu ahaa waay laga soo mareegay Kiinya waay Hargeysa Jabuuti Carabta waxaasoo dhan waa isku xiran yihiin waay shirqaalo sirdoon waaweyn oo carbeed iyo sirdoon cadaan iyo sirdoon madow waa la isugu keentay waay dadkeena Soomaalida ah ee baar ee dawladda ku jiraana la shaqeeyay waay garateen waay dadkeena dawladda ku jira ee ba military haato ee ba boolis haato ee ba nabad sugid haato waay dad inaga aan u haysano inay dawladda cad u yihiin oo dalka daacad u yihiin baa la shaqeynayay lacagayna qaateen waay lacagahaana Hargeysa lagu shubay
واي كينيا لغوي لغوشو لكن ولغوي عي ما دابا بوق بطاي واي كيسا لغوشوي بورا كينياتي بانا ديارة دال عكتكو سوقادا هيا واي كعنتيسكو سوقادا هيا واي وحكرانا وامقلايو قبرنا وحا ليري anu waxa maqalay oo xaqiiqada ugu dambeysay gabadhan xalan ay ku dhex jirtaa laakiin dad kalena waxa ka maqalay xuuraanka hoose aan maqalay waay gabadhan baasboor kiniyati al rabay ay lahayd awl bal lahayd waay kiniyati inay lagu raad gadanin oo kiniy lagu ogaanin oo jabuutki loo sameeyna baasboor kale la isku dayayna waa maqala waay marka gabartu ma iyadii baa ma tu kale lagu raad gadaa sirdoon say wuxuu yahay oo anaga marka u fahanno aba u xuraano uma noqoto waay tekada waa waaynta Soomaaliya gudaheeda dad Muqdisho joog oo dawladda ku jiraana waxan ka shaqeeyay waay aba tani hala dilo dadan ra'iisul wasaari baa ka shaqeynaya ra'iisul wasaari baa ka shaqeynaya marka waxa weey maxaa kula dhasma ra'iisul wasaari baan ba arkayna inuu horbodayo Sooma maxaynu dadka la ka sheegayna kuwa ka sii sarreeya sirdoonka ku jira sirdoonka kuwa ku jira lacagta qaatay tiiniyaal rabay lacagta lagu shubo laakiin Hargeysa lagu shubo waay lacagtana kuwa Jabuuti baa la soo marsiiyey waay waxana waa wax laga shaqeeyay taana taana aan u soo helayna taana taano taana taano waa soo aroorinayna laakiin qof dumar ah oo baasaboor Kiiniyaati haystay hadda waa laga bedelayaa baasaboor Kiiniyaati baasaboor waxaan rabaa Hargeysa in la geeyo ka bacdi Jabuuti baasaboor loo sameeyo dhowr meel lagu qabeeyo waxaana abateeni hala dilo abatu kala ha haato aw xataa iyada laftigeeda in wax shak shakta laga yaabo hala qaarajiyo I don't know ma sheekana laakiin lacag xoog laba la soo marsiiyay Hargeysa euro kiniyati baana soo qaaday aad iyo aad baaqaaga muxuu yahay baaqaaga dadka u sheegaysa muxuu yahay dabaqan u sheega waxa way qof walba baadi meesh kugu aadan xajiso way hadii sirdoonka lacag qaadana oo parliamentarian ka dad ku jira lacag qaadanayaan oo kuwa doorasho raadin lacag qaadanayaan meeshan ba ma aha meeshan laga guuro waay meeshan Muqdisho laga xarro laga guuro waay xageebay inuu guura xageebay inuu guura waxaan u baahanahay inaan waxa way maxaa kul aqligeen 30 sano ba inuu kama ku jiray oo aynu maqneyn oo aan lahayn Muqdisho way caafimaadaysaa Muqdisho way bogsanaysaa Muqdishana waan aragnaa waxa way maxaa kul aday ma soo socoto marka xal baa loo baahan yahay maxay maqneyn sabxaa kul kula tahay marka hagaa guura hadda hayo harto koobo waxa way markii dawlad la abaabulayay first time kiba sodo kaasana markii dawlad la abaabulayay in la isla xisaabtamay isla xisaabtan dhaba la isku qaado dadkii dambiyaha wala lama xisaabtamin dadkii dulmiyada geystay lama xisaabtamin dadkii dulmiyada geystay marba cala la saaraa oo la leeyahay adiga madaxweynaha adiga ra'iisul wasaaraha adiga sakuurada adiga halkan ah meel wadan aan bal isla xisaabtami karaynin ma noqonayso de maxay ahayd in dawladnimo ay dawladnimadu ay jis qaado oo xoogaysato ma loo ogolaba marka meeshan laga carro meel banaan oo la xaadxaadayo dadkan dambiyada lagu tumaayana laga dheeraado laga ilaaliyo ba ku fiican tahay meeshan hadda waa ka Hargeysa jooga uuro kiniyaad lacag saas oo xambaaraaye xamar markii la food la galin waayey oo meel walba military iyo boolis ay dad dacad ay ka buuxsameen oo la qaqabtay isaga soo xambaar waqti lacag saga wada aad iyo aad aad iyo aad ma uhura kiniyaata marka imanaya magaraysa waxa kulaaday Hargeysa Mascuud buu soo dhiibaya anu isaga qaadaya maqala isaga laftigiisa qaadaya haduu cabsado oo fashilka la ogaadana inuu qof isaga hada maalin dhowaad shan nin buu soo diray maalin dhowaad shan nin buu Hargeysa u soo diray few days ago ma qan ma dorad bay mise dorad miyaad mise shalay ma I don't know lacagta Jabuuti baa la soo marsiiyey Hargeysana la keenay lacagta Sikiini lagu keenay aad baan kaaga mahadcelinaya aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigan Allah kubar haye aad iyo aad baan is salaamayaa Allah idin barakeeyo Soomaaliya kaca kor u qaada calanka Soomaaliya kaca waxa weey sidaad arkaysaan walaalayaal mustaqbalka umada Soomaaliyeed Muqdisho iyo mustaqbalka umada Soomaaliyeed way ciwaankeen qof kasta oo muwaadin halkan ku jira oo si gudbi oo gaarsii dadka Soomaaliyeed waxaan u baahanahay inaan xisaabtano waxaan u baahanahay aqligeena inuu soo noqdo 30 sano ka bacdi in waxa weey maxaa ku jiraa la inay jiraa waxa weey dawlad ba marabna waynu ognahay waynu ognahay oo waynu ka dheereegsanahay waxa xamar ka jira wala do fiirsada waayo waxa weey maxaa ku jiraa dadba waxay doonayaan dadba dadkii dadka dhacay
dadkii hantida dadka dhacay dadkii guriyaha haystay dadkii beeraha haystay dadkii waxa weey maxaa ku leedahay hantida ummada boobayay ma ay doonayaan inad wad aragteen waxa weey maxaa ku leedahay dadka doonta hadda guriyahoodii magaraysa dawladnimada intay dawladdu waa loo hajabaa dilba loogu hajabaa wallahi waxa la yiraahdaa hadda soo aqmarto waa lagu dilayaa wallahi bal hadoo fursada dadkaas haysta xamar dadkaas siyaasiina dadkaas ma ay doonayaan dawlad ninki loo oran jiray Cabdiqaasi Salaad Xasan إلهي سبحانه وتعالى أحفظه أيال ديدي ومحاك كل هذا أول شيء وحوي عاصمة مقرنسة بيشا كو أترسة مقرنسة محاك كل هذا مقرنسة شائنو شاقة ده كل اللي بقى يبادوي وبيشا أبقال يا بيشا هبر قدر ومركة هوي الله يسكوير هذا وأي ديدن وادو قيدن مدحتو يدا إنو قلوبة اللو ديدي صابتوا محاي داتكو مرهبان دولد دولد مرهبان bala dowr sada waxa kale oo waxa weeye maxaa ku lahdaayay magaranaysa maxaa ku lahdaayay jira cid wax dhacday ma jirto cid iskiin wuxuu ku leeyahay cid wax dhacday ma jirto ayay ku dhaayay wuxuu ku leeyahay cid wax dhacday ma jirto hantidi dadka aaway guriyihii dadka aaway dadkii qaxay aaway hantidoodi ya moriyan moriyan aaway hantidi ummada Soomaaliyeed aaway muqdisho waa la wada lahaa dadka Soomaaliyeed way wada lahaayeen aaway hantidoodi aaway hantidoodi waxaan ku leeyahay aad iyo aad waa inaad suwaydiso adeer guriyada dadba ku jira adiga laftaada guriyada dad ku jira beerada dadba haysataa bal hadaan fursa maxaad u diideysaa in dalku u dawlad helo maxaad u diideysaa dalku inuu dawlad helo raisul wasaarahaagi baad arkaysaa xasan cali khayraad aragtay waxaad aragtay maxaa ku leeyahay maxamed xuseen roobla aragtay maxay doonayaan waa calooshood shaqaysayaal dhamaantood calooshood subhanallah waxa dhintay intii dhimatay kam imisa dhintay ku dhintay xamar إمسا عرور للايي إمسا دمر للايي إمسا ما تلقحيي إمسا عرور لقورعي إمسا علم الله تشير آوي مقدشو ديق وحري ديق وي وحري ديق قبي قدبو وحري ديق بلا دوفر صوت ديق يبا يدون إسا دادك ديق دادك كم ماي أيا وحي دون يان إني أمد الصوماليات أي ديق كسي شغاب أمد الصوماليات أي سيدة ميان أمد الصوماليات أي دبر شران بل إله بأن كل أرشي بل هدف بدقيسة أهورة أيها وحلاية هاي بدلا وحاوي محاك كل هذا مقرس محاك كل هذا تليهنا نبت سجدة تليهنا أمنية تليهنا إذا ماذا تليهنا مقرس محاك كل هذا إرباط كشوجة أهورة بقى عليه وين بدشان si aan wadanka aan waxaan ka waraba uga sameeyo si aan qaadka meeshaan durba u mariyo si aan magaranaysa corruptionka iyo laaluushka aan u soo mariyo meel walba ayay leeyihiin radoo fursada taayeenu magaranaysa taageerayna oo raisul wasaarahaynu ka shaqeynaya billaah calaykum miyaanay luqad ahayn madax raisul wasaare daldan oo intuu sii qaaday mariyo calalaam caawiso isla sidii islaan waxa weeye maxaa kula reerkeedii ka safartay sidii islaan reerkeedii ka ma intay safar ka gashay odaygeedii de u soo iibisay waxa weeye maxaa kula dhayn wuxuu u baahnaa macawistii iyo magaranaysa maxaa kula laabti bal hadoon fursada ma raisul wasaare ummadeed oo masiir ummadeed matala ayaa maxaa kula dhayn xagee caalam ka jirtaa xagee ka dhacda caalamka xagee caalamka ka dhacda yacni waxa weeye waxa inoo body language kaasi luqadaasi waxa inoo tusaysaa ninkaasi inuu yahay qof la gatay oo bila damira oo shaqaala ah oo waxa weeye maxaa ku leedahay u shaqeynaya uhuro oo ku qancay xoogaa yar guri yar oo looga dhiso maxaa ku leedahay magaalada magaranaysa maxaa ku leedahay guri yar oo looga dhiso maxaa ku leedahay Nairobi sida Tuugta Axmed Madobe iyo Dani iyo waxa weeye maxaa ku leedahay Cabdiraxmaan Cashukuur iyo sidooda oo kale aqal yar oo magaranaysa Fiila oo looga dhiso Nairobi ayaa dalka dhan Soomaaliyeed oo dhan siista waxa san aqbala Soomaaliyeed ma waxa san dhageysana bila aleekum shacabka Soomaaliyeed ee horta ay xalaasha waxaan ugu baaqayaa waa inay ka dhidhiyaan waa inaynu ka dhidhinaa waxa weeye waxa ka socda caasimadda Muqdisho waa inay noqotaa caasimadan meeshan meel magaraysa maxaa ku leedahay goof qab qoys waa inay noqotaa goof qoys waa inay noqotaa loo doqay resource sara waxa weeye batoon baa soo qabanaya batoon ha loo duceeyo ha loo duceeyo maxaa ku leedahay u duceynayo wax walba u akhrinay laakiin ma ducadii dama galayso u ducaynay oo wax walba ku akhrinay oo ducadii ma ay galayso batuunay khayr Allah ku siiye bal dayna farenahay aan fiiriyo batuun
بطول بره فرين منهن برا وانكحو معي وانكحو معي بطول بركو ما هيو فرين منهن نمشي شيء بطول بره فرين منهن آدياد ولا ليال وحان آدي آد وحنا جبر بان ربينا ساق بتو الله بركيه بطول بان ربينا ساق بتو وحن لنا هاي أمد الصومالية دي مقدشو بالهدف فير صلا مقدشو إباد ومقدشو وحاي كحن وسطي مقدشو وحاي كشرتي مقدشو وحاي كشرتي وحوي يمحك ولا هذا هاي دوادي بي كحن وسطي قف كاس الدوادة وكحن وسطي ما مغلي شرتين قف كاسي دوادي واكو حانو صدي ما مغلي شرتين صومالي مقدشو دوادي واكو حانو صطي دوادونا وحاوي وفهد ياسين وي دوادا الى هاي اصوات دراي اي وحاوي محاكو لاذا وفهد ياسين فهد ياسين واكو حانو صوا وحاوي محاكو لاذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد ويكوحن وسطي مقدشة دوادي ويكوحن وسطي حقيقة دوادنا وفهد ياسين بالله عليكم فيريا أمد الصومالية دي بل هذا واحد في رسام ما أنت مقدشة هي ما أنت وفهد ياسين يما أمن جيد السيدة ويا بالفيريا ما أنت حبض غرحة وحلقة عبانة يا ما أنت توغو وحوي محاكو لهذا توغو دعضي وحوي محاكو لهذا موبايل دعضي بحلقة عبانة يا قفل أفتو بي بحلقة هلايا لكن مركو ورم حلقة هذا شري قرح لباتن لباتن بالودي مني صدن صدن بالودي مني بغل بغل بالودي مني كوما يالبا هل مردي مني فهد ياسين كور مركا دوادي اوسي دي فهد ياسين ودوادي مقرن سامحاكو لا ضيبو اها مقدشة عاصمة ده لكن ويكوحان وسطي وين الدي دي ان اي وحاوي محاكو لا مقدشة اي كو عافماد اي دوادا قادتو ويدي دي سادرتي ضدك صوماليين وأين إنه كديار جرورو وأين إنه كتشانو وأين إنه مجرس كجورو ماشم وأين كجورو إن شاء الله بسم الله الكريم هذه آه أذباني السلام يا والله يقعبنا يا إن شاء الله والله يقعبنا يا وحلي لي إني أو أدنو عي أرتب على لي هاي درس سعدي درس على قارئ الحق نور شري سعدي درس على قارئ الله هذا عبادة وكسوة عبادة مكو هيو وكسو وعي وكسو قليلا يا ولا القعالو و و و مقرنسا بكس فرين مني هي يسوع على واقف موريا باتاي شني 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 موي موريا باتاي مقرنسا معاكو لان دي دوالة داد كان شيغي يا كوحان وصل دوالة باتاي وحاوي دوالة كوحان وصل وقرني مضو اي دي waxa laga yaabaa dadka guriyaha dadka haysta ba taay moqt antida dadka ku wadaay shinni skini skini ma hadaa wiil tahay way gabadha hadaa tahay xaal baan ku seenaya laakiin hadaa wiil tahay waxa weeye muqdisho waxa haysta waa burcad badeed ba haysta muqdisho way aftu uban tahay caasimadii dalku way aftu uban tahay waxay u aftu uban tahay qoys yar bay u aftu uban tahay waxayna rabtaa qoyskaasi inuu ku hoggaamiyo waxa weeye maxaa kula umada Soomaaliyeed inu magaraysa aakhira iyo adduun ba soo jeesiyo bu doonaya laa do fursada maanta muqdisho waad aragtaan sida ciidanka qaranka Soomaaliyeed uu dhismay maanta waad aragtaan sida dhaqaaluhu u kubcayo maanta waad aragtaan amniga muqdisho maanta waad aragtaan dhismayaasha iyo bilicda waxaas oo dhan way ku xanuunsatay waxaas oo dhan jiray ka qaaday way ku xanuunsato way ku bukhatay wayna iska difaacna shacabka Soomaaliyeed 20 milyan oo shacabka Soomaaliyeed ee horta ay xalaashay 20 milyan ee xalaasha ee waxa way hata beesha ka soo jeeda haweeye dadka wanaagsan inta dalkeeda jecel in badan oo wanaagsan oo dawladda magaran samaxaa kula ba jira sharaf leh oo karaamo leh oo dawladnimada jecel ba jira laakiin waxaynu diidayna inta mooryaanta inta mooryaanta iyo inta taageerta baynu diidayna waxaan u sheegayaa culimada Soomaaliyeed ee Muqdisho joogta culimada Soomaaliyeed ee Muqdisho joogta amaama Allah waa laydin weydiinaya dadka Soomaaliyeed waa laydin weydiinaya waxa aad daawanaysaan ee aad magaran samaxaa kula u joogtaan ee aan idan ka hadlayn ee aan idan doorkiina ka qaadanayn wallahi waa laydin weydiinaya amaama Allah baa laydin weydiinaya waad aragtaan daalimaan sida ay dalkooda u xoreeyaan sida ay dalkooda u xoreeyeen oo ay ugu dhabar adeegeen oo sadan sano ay dhafayska ugu jireen waad aragtaan idinkana idinkoo maxaa kula caasimadii jooga oo masaajidii ka buuxa ayaan idaa kelmad bal aqaan idaa xaq cadayn karin xaq aan idaa cadayn karin oo wiilashayna aan idaan qaban karin
ويلشين الدلم جوالا إدتك دلك الدلمين يا إدتك دونا يا دلك إن جعتك بحيان ما قبان كرتان حقه ومشيجي كرتان شيخ أبو بشير شيخ بشير أحمد سلام شيخ مجرس علي وجيز شيخ مجرس محاكل الشيخ مهد علماء قال جا قيمها بدن لأن شاء الله هاي وحنولان هاي وركع أو حضلة أو قبطة وحوي من رأى منكر فليغير بيده أو مجرس محاكل هذاي وحوي بلساني وحوي وروعين هذا شان هذا بغيسان وأتكب بغيسان إلا إني برتلمام تصدو وإناد وحوي محاكل الله هذا شان واحد ولا الله هذا شان وحق عضيسان aad iyo aad baan idin salaamayaa allah idin barakeeyo saacadii waxa weeye maxaa kale ayaa la gaaray magaranaysa maxaa kuulaaday marka guuliyo gobnimo soomaaliya ka soomaaliya waa inaynu sharafteen iyo karaamada wallahi na waxba inaga hareen wallahi meesha la ino wada waxa weeye inaan qof inaga harin way walaa doofir sada waa inaynu sharafteen difaacna waa inaan karaamadeena difaacna waa inaan dalkeena difaacna waxa weeye waa inaan magaranaysa ku mintina dowladnimada waxa deeqaan waa dowladnimo ورهون كينيات مع دالد بكوتشوغا ورمن نيكلا يرى هذا محاكل أبي أحمد مع دالد بكوتشوغا وأفريقيا حاجة دالد بكوتشتا والدولة لا دولة لا دولة حب واحد عطى دولة لا بعيد عطى وها إنه قدر الدولة لا أنت إن افتيك هاير للدميو ومبرع دي كوي بدها حراشتي كوي برق حراشتي كوي دكلها بابي كوي خيرات كنا دعي كوي دهر إن حراشي كوا أيا الله ينوم قال الله ينوم ولا كوا أيا دون يا إنا يفتو إن يفتو بان أديات بني السلام يا الله سبحانه وتعالى هاي نجقبتو إلهي دقرتو إذا كعلي ربي جوين واحد كأو عن كبري يا إنه دقرتو إذا كعلي عبد الرحمن عبد الشكور يوم حاكل السنبل والشيء يوم مقرن سام حاكل المهد صلاة يوم مقرن سنمانتو موريانتا أنت موريانتا يوم وحوي إنك صل عندك صل صعو تبع دقرت أي أمد الصومالي شعبك الصومالي أي ملاقي إلهي كعلي ربي جوين واحد كا إلهي كعلي على مدى كم وشيء من لنا أديات بني السلام يا وحوي محاكو عباده واكسوقة بكري واي والهال سببتو تاي فرين مني هنا وانسكو دي هنا اكسوقبتو وانو برنامشيطة دبا ان شاء الله بإذن الله الكريم وصلى الله عليه وعلى الله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.